اتنقل معاك لملف كاس العالم، بدايه اسمع راي جان فرانكو زولا في تشيلسي نسخه توماس توخيل اللي هتشارك طبعا في البطوله. ايه الاختلاف بينها وبين تشيلسي قبل كده، وخصوصا يمكن تشيلسي كان وصل قبل كده المشاركه في البطوله ووصل بالفعل مباراه نهائيه، لكن خسر امام طبعا بطل الكوبا ليبرتادوريس كان كورنثيانس في الوقت ده. Ma guarda, لو بالنسبة لي لا أريد أن أتحدث عن نسخة تشيلسي قبل توماس توخيل، لكن أنا أريد أن أتحدث عن نسخة تشيلسي الحالية مع توماس توخيل، لأنها نسخة عظيمة وتقدم مباريات رائعة، وتوماس توخيل يقدم أداء عظيم مع تشيلسي، فاز بالتشامبيونز ليج، وأنا أشاهد تدريب تشيلسي يوميا لأني أجد موجود الآن في لندن قريب جدا من توماس توخيل، يقوم بعمل عظيم جدا جدا، وأعتقد أن تشيلسي تطور جدا مع توماس توخيل. لكن كأس العالم ستكون بطولة هامة جدا لتشيلسي، ذهبنا إلى الإمارات وأبو ظبي من أجل الفوز بالذهب، وتوماس توخيل حسن لاعبينا على ذلك، لكن تشيلسي تطور جدا مع توماس توخيل ويقدم أداء عظيم. لدينا بعض النجوم كلوكاكو وبعض الشبان، لكن العمل الذي يقدمه تشيلسي العظيم يجب أن نشكر عليه أكاديمية تشيلسي، لأنها ساعدت تشيلسي كثيرا في وجود بعض الشبان مع اللاعبون الكبار، وهذا العمل العظيم الذي يقدمه ليس فقط توماس توخيل بل جميع مدربي تشيلسي، اللياقة البدنية والمدرب المساعد والجميع في العمل. أريد أن أقول لك أن بيئة العمل في تشيلسي عظيمة جدا. هتفق معك جزئيا أنه تشيلسي ممكن يكون المرشح الأوفر حظا في تحقيق اللقب، لكن صدقني لو قلت لك انه الحقيقه المربع الذهبي في غايه القوه. زولا يريد ان يذكر كاي هاجك لانه يقوم ايضا بعمل عظيم. طيب خليني تاني هرجع اقول لك، اتفق انه يمكن تشيلسي طبعا ودايما بطل اوروبا بيبقى المرشح الاوفر حظا لتحقيق اللقب، وبالارقام حتى يمكن الفرق الاوروبيه هي الاكثر في تحقيق لقب بطوله كاس عالم انديه، لكن صدقني المنافسه ابدا ما هياش سهله. اولا المربع الذهبي بيضم اربع فرق من العريض الثقيل، الهلال السعودي، الاهلي المصري، بالميراس البرازيلي، وكلهم عندهم شخصيه البطل وكلهم عندهم الدافع. وهبدا معاك من مباراه تشيلسي والهلال السعودي، ازاي بتشوف المباراه وخصوصا بعد العرض القوي اللي قدمه الهلال في اولى مبارياته وتحقيقه مكسب هو الاكبر اعتقد يعني في تاريخ بطوله كاس العالم للانديه. قبل كل شيء نحن نتحدث عن كأس العالم للأندية، وهذا يعني أن كل فريق موجود في هذه البطولة يستحق أن يتواجد كأفضل فريق في القارة التي يلعب بها. هذا ما معنى هذا؟ يعني أن كما تشيلسي الأقوى في أوروبا، الهلال أيضا كان الأفضل في آسيا، والأهلي الأفضل في أفريقيا، وبالميراس كان الأفضل في أمريكا الجنوبية، وأنا موافقك في الرأي وأحترم ذلك، ونحترم جميع الفرق. كما توجد حظوظ لتشيلسي، الأهلي أيضا لديه حظوظ، والهلال لديه حظوظ، وبالميراس لديه حظوظ. إذن أنا لا أريد أن أتحدث عن الورق، هناك ملعب وهناك كرة قدم، يفوز الأفضل. أتمنى حصول تشيلسي على اللقب، لكن الأداء الذي ظهر به الفريق السعودي بالأمس يجب علينا أن نقدره ونحترمه، وإذا كان تشيلسي قادم قبل هذه المباراة أن مباراة الهلال ستكون سهلة، أقول من خلالك مباراة الهلال ستكون صعبة على تشيلسي، ويجب احترامهم لكي نعبر إلى الفاينل. على الطرف الثاني الأهلي يواجه بالميراس، ودي بالنسبة لنا كأهلاوية كلاكيت تاني مرة، لأنه كان في مواجهة سابقة في النسخة الأخيرة من كأس عالم الأندية وقدرنا إن احنا نحقق البرونزية على حساب بالميراس. إزاي بتشوف المباراة دي، ومين من وجهة نظر زولا الأقرب لمواجهة يعني تشيلسي بقى أو الهلال مش عارف في المباراة النهائية؟